واجهة الحدث السوري تتقاسمه حمص مع دمشق وحلب. شبكة الشام الإخبارية أفادت بأن الطيران الحربي شن غارات متتالية على أحياء حمص القديمة، ما أوقع عددا من الإصابات بينهم أطفال وانهيار أكثر من مبنى على ساكنيه، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي هو الأعنف منذ بدء محاصرة المدينة قبل سنتين. وإذا نجحت قوات النظام في السيطرة على حمص، فإنها ستتمكن من فصل ريف محافظة حماه الجنوبي عن الريف الشمالي لمحافظة حمص، تمهيدا لقطع الإمدادات بين المحافظتين والسيطرة على محافظة حمص وربطها بالساحل السوري على المتوسط الذي لا يزال يخضع لسيطرة قوات النظام. ومن دمشق أفاد إعلام المعارضة عن تعرض أحياء القابون وجوبر وبرز والعسالي وتشرين لقصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، بالتزامن مع اشتباكات بين الجيش الحر وجيش النظام على أكثر من محور. وعلى المتحلق الجنوبي تدور اشتباكات عنيفة جدا بين الجيش الحر وميليشيا حزب الله. وفي ريف دمشق من داريا إلى الزبداني عمليات عسكرية لا تهدأ، وقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وبخاصة في بلدات منطقة المرج وحاجز التمكو في بلدة المليحة. وفي حلب أفاد الناشطون بأن الجيش الحر أسقط مروحية حربية فوق بلدة نبل، وأشاروا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة على أكثر من جبهة أسخنها حي الراشدين الذي اقتحمه الجيش الحر قبل أكثر من أسبوع، والذي يعتبر بوابة حلب من الجهة الشمالية وتستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. ومن إدلب أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بسقوط عشرات القتلى والجرحى جراء القصف الصاروخي العنيف لقوات النظام على بلدة معرة حرمة بالريف، وما أحدث المزيد من الدمار في المنازل والأحياء السكنية. رمز المصري العربية.